اكيد ذكريات جميله. بس انا كان هنا عندي 16 سنه فرق. واضح انك كنت يعني طفله لسه يعني طفله. انا برضو دي ما ساعت لهاش يعني. استاذ عمار اللي ودتني ليه كانت دكتوره بتديني عود، فقالت لي حنان روحي المسابقه بتاعت عمار الشريعة. قلت لها لا. قالت لي لا هتروحي، لو ما رحتيش هسقطك. قلت لها لا، اصل هو ايه كان في طلبه يجوا يقولوا إيه، احنا انا مش عاجبني صوتهم يعني، فكان يجوا يقولوا احنا خلاص استاذ عمار اخترنا، وطلبه تاني صوتهم حلو يقولوا لا احنا ما نجحناش يعني. فقلت لا، وانا اروح بقى يقول لي صوتك وحش من اولها كده. ف كان اسمك حنان؟ لا كل حاجه لا لا لا. انا والله مين قال لك القصه دي؟ ما اعرفش، فكرت كده ان هو اسمك حنان. لا من كتر ما انت كل حاجه تقولي لا، مش عايزه اغني البسمه، مش عايزه اغني، مش عارفه ايه، مش عايزه اغني، عايزه الاكسليفون، مش عايزه. لا انا كانوا مسميني في المعهد اصدقائي حنان لا، فعلا لازم اقول لا الاول، اقول لا وبعد كده اقول طب ماشي. يقولوا لي يا رخمه، طب انت ليه من الاول؟ لا معلش، لا اقول لا الاول. حفيدي طالع زي بالملي. حفيدك انت عندك احفاد كمان؟ عندي حفيد. عندي حفيد يا حنان، في ايه ده؟ لسه من يوم ده زي ما انت. بعد الاصدقاء غنيتي لوحدك؟ بعد الاصدقاء قعدت تقريبا سنتين برضو، عشان انا اتجوزت ثانوي. مش فاهمه ازاي بس ما علينا. برضو كانت طفله من المفارقات الجميله يعني. مامتك وافقت على الجوازه دي؟ والدتي كانت مش موافقه تماما. كانت مش موافقه، بس انا مع الاسف لا برضو كنت دلوعه، وكان المرغوب عندي الممنوع عندي مرغوب. يعني لما حد يقول لي لا اعملها، بس الزيجه ما كملتش يعني. هي اسمرت هشام بس. جبنا هشام بس، وبعدين بعدها ده كان ملحن خليل مصطفى. خليل مصطفى هو كان اصله معيد من في المعهد عندنا، فجبنا هشام. هو شخص كويس جدا بس احنا مختلفين، وصغيره كمان. هو صغير وانا صغيره، وهو عنادي وانا عناديه، فيعني ايه الحياه ما كملتش. لا ما كملتش. بعد كده اتجوزت بقى المنتج كمال علم. فهو وبرده كانت صدفه. لميس انا حاجات كتير في حياتي كانت ما خططلهاش يعني، انا ما بخططش لحاجه.